بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 69. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من إحدى المستمعات تقول عن نفسها: أنا فتاة أطرز وأتعب من هذا العمل حتى أحضر المال، وأبي مسافر وهو يبعث المصروف للبيت فقط، ونحن نصرف على أنفسنا من الخياطة، هل علينا إثم إذا جاء والدي وأخفينا نقودنا عنه، علما بأن والدي رجل مبذر وأنه يحضر المال معه الكافي المصروف لمدة شهر ولكنه يصرفه في أقل من ذلك، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. من المعلوم أن نفقة الأولاد تجب على والدهم إذا كانوا محتاجين إلى ذلك، بأن يكونوا قصارا أو يكونون كبارا أو ولكن ليس لهم كسب، فإن على والدهم أن ينفق عليهم. ما ذكرته السائلة من أنها تعمل وتكتسب فقد أغناها الله سبحانه وتعالى، وتترك الأمر للوالد، إن أعطاهم شيئا أخذوه، وإن قصر في شيء فيكملونه من كسبهم ومحصولهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل تبطل الصلاة إذا مر أحد من أمام المصلي، أم السجادة التي يصلي عليها تكفي جزاكم الله خيرا ولا يحتاج بعد ذلك إلى سترة؟ المصلي إن كان مأموما سترته سترة إمام، سترة الإمام تكفي للمأموم، فلو مر من أمام المأموم مار لم يضره. وأما إن كان منفردا أو كان إماما فإنه يتأكد في حقه أن يصلي إلى سترة وأن تكون قريبة منه، فإذا مر أحد من ورائها لم يؤثر أيضا. والسترة كما ذكر العلماء تكون كمؤخرة الرحل، يعني تكون منتصبة قائمة بقدر مؤخرة الرحل، رحل البعير المعروف الذي يوضع على ظهره للحمل والركوب. فإذا كان أمامه سترة قائمة بهذا المقدار فإنه لا يضر من مر من ورائها. أما المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترة فهذا محرم، محرم على المار ومحرم على المصلي أن يتركه يمر، بل عليه أن يمنعه وأن يدفعه. وكذلك إذا لم يكن له سترة ومر قريبا منه، يعني دون 3 أذرع من قدمي المصلي، فإن هذا يؤثر ويأثم المار ويأثم المصلي الذي لم يتخذ سترة ومنع وتركه يمر بين يديه. وعلى كل حال هذه المسألة إذا لم يكن هناك ضرورة إلى المرور، كأن يكون هناك زحام شديد كما في المساجد المزدحمة يوم الجمعة أو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فإن الناس يكثرون في هذه المواضع وقد يضطرون إلى المرور، فالأمر كلما اشتد اتسع ولله الحمد. على كل حال ينبغي للمصلي إذا كان إماما أو منفردا أن يصلي إلى سترة وأن يقرب منها. وكذلك المارة إذا لم يكن بهم ضرورة فإنهم لا يجوز لهم أن يمروا بين المصلي وبين سترته، أو يمروا قريبا منه إذا لم يكن له سترة، وهم لهم ساعة يمرون منها بعيدا عن المصلي والتأثير عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. تذكر السجادة شيخ صالح، هل من صلى على سجادة يعتبر آخرها من أمام المصلي يعتبر سترة أو لا؟ ليس هذا سترة، طرف الفراش الذي يصلي عليه المصلي لا يعتبر سترة. إنما السترة أن تكون شيئا قائما أمام المصلي
أو يكون عصا، أن يكون عصا مركوزا أمامه أو معروضا أمامه، وإذا لم يجد شيئا من ذلك فإنه يخط خطا أمامه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما لاحظتم شيخ صالح، السائلة امرأة وهي تصلي بطبيعة الحال في بيتها، هل تنصحونها بشيء معين كأن تتخذ الجدار سترة لها وما أشبه ذلك؟ نعم، تصلي إلى سترة، لأن هذا أبعد عن الإثم والمضايقة. طيب، تصلي إلى سترة، السترة سنة مؤكدة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فيما لو اتخذت العمود أو الجدار سترة أو السرير مثلا شيخ صالح، هل يجزئ ذلك؟ هذا من باب أولى. طيب، إذا كانت السترة التي بقدر مؤخرة الرحل تكفي، فالآن يكفي العمود والجدار وقائمة السرير ونحو ذلك من باب أولى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأم قد تصلي وأطفالها يحومون حولها، إذا مر الأطفال أمام أمهم وهي تصلي ما الحكم شيخ صالح؟ هذا لا يضر، الحمد لله. والأطفال لا ينضبطون، وقد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما طفلان، ويركبان على ظهره صلى الله عليه وسلم إذا سجد. فمرور الأطفال أو قربهم من المصلي لا يضر إن شاء الله، لما في ذلك من الحرج وكثرة وقوعه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل صاحبة هذه الرسالة، ويظهر أنها من جمهورية مصر، تسأل شيخ صالح وتقول: كيف نصلي الظهر يوم الجمعة؟ والسائلة كما سمعتم امرأة، شيخ صالح. تصلي الظهر إذا دخل وقتها. طيب، إذا دخل وقت الظهر المعروف، فإنها تصلي، وإن تأخرت عن أول الوقت فلا بأس، وإن صلت في أول الوقت فهو أفضل، ولا تتقيد بصلاة الرجال كما يظن بعض العوام. بل إذا دخل الوقت فإن النساء يصلين، وهذا أفضل من التأخير. نعم. عدد الركعات شيخ صالح، لأنها تقول هل نصليها ظهرا؟ نعم، هي في حق النساء ظهر. طيب، إلا إذا صلينا مع المسلمين، إذا صلينا مع المسلمين صلاة الجمعة في المسجد، فإنها تكفيهن عن الظهر. ما شاء الله. أما إذا صلينا في بيوتهن فإنهن يصلين ظهرا. نعم، بمعنى يصلين أربع ركعات شيخ صالح. ظهر معروف، أربع ركعات. جزاكم الله خير. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تذكر أيضا السنة، هل نصلي بعد صلاة الظهر يوم الجمعة السنة ركعتين؟ بماذا تجيبون أحفظكم الله؟ كالمعتاد. كالمعتاد، كالمعتاد، لها أربع ركعات قبلها راتبة، ولها ركعتان بعدها، أو أربع وهو أفضل، فهي ظهر معتاد من النساء. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تأخير صلاة العشاء محبوب أم لا؟ محبوب لمن لا يشق عليه ولم يترك من أجله الجماعة، أما إذا كان يشق عليه فإنه يصلي إذا دخل وقت العشاء، أو كان مرتبطا بجماعة. طيب، فإنه يصلي مع الجماعة إذا صلوا في أول وقتها ولا يؤخر، ويصلي منفردا. هذا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء شيخ صالح؟ بالنسبة للنساء إذا سهل عليهن التأخير فلا بأس بذلك وهو أفضل، وإذا كان فيه عليهن مشقة أو ينشغلن عن الصلاة إذا تأخرن فإنهن يصلين في أول وقت، يصلين العشاء في أول وقتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا رد أحد علينا السلام ونحن نقرأ القرآن، هل نقطع القراءة ونرد عليه السلام أم كيف نترك؟ لا يلزم قطع القراءة في هذه الحالة، والذي يقرأ القرآن لا يشرع السلام عليه حتى يفرغ من قراءته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من المستمع ألف ألف عين من ليبيا، يبدو أننا عرضنا موضوعها في رسالة سابقة من هذا المستمع. يسأل شيخ صالح هذه المرة ويقول: أنا طالب في قسم الدراسات الإسلامية وأشتغل كثيرا بالحديث، ولي رجاء أن تدلوني على ما يلي. أولا، أفضل المراجع لدراسة الحديث وعلم الحديث. الحديث ولله الحمد وعلومه لهما كتب كثيرة، ولكن ليس الشأن بالكتب، الشأن بالمدرس الذي تتلقى عنه العلم. فعليك أن تختار العالم المتمكن الذي تأخذ عنه علم الحديث وغيره من العلوم الشرعية، وتختار أفضل الموجودين لديكم، من أمثل ما يوجد لديكم ممن هو أعلم وأتقى لله عز وجل. وأما الكتب، كتب السنة في طليعتها الصحيحان، صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، والسنن الأربع، سنن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، هذه السنن الأربع.
وكذلك المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله، وموطأ الإمام مالك رحمه الله، وهذه مصادر للسنة. وهناك كتب كثيرة غير هذه الكتب، ولكن هذه الكتب في مقدمتها. وهناك كتب جوامع مثل جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل معالم ومثل كتاب جمع الجوامع للسيوطي ومختصره، مختصر الجامع الصغير المسمى بالجامع الصغير، ومثل كتاب كنز العمال لسنن الأقوال والأفعال، ومثل السنة وشرحها للسنة، مثل السنة وشرحها للإمام البغوي. الكتب كثيرة ولله الحمد، ولكن الشأن في المدرس. وأما علوم الحديث ففي مقدمتها النخبة، نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ومقدمة ابن الصلاح رحمه الله، وكذلك ألفية العراقي وهي منظومة في هذا الفن. كل هذه مصادر لعلوم الحديث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح جزاكم الله خيرا عن أفضل طريقة لدراسة الأسانيد. هذا كما ذكرنا يحتاج إلى مدرس متخصص يتلقى عنه العلم، وهو يرشدك إلى كيفية دراسة الأسانيد. أما أن الإنسان المبتدئ يقتصر على المطالعة وقراءة الكتب، فهذه طريقة غير محمودة وغير مرضية، وربما تؤول بصاحبها إلى ما لا تحمد عقباه. فلا بد من الارتباط بأهل العلم والتلقي عنهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى يستقل الإنسان بنفسه شيخ صالح ويعتمد على الله أولا ثم على فهمه وذكائه في طلب العلم؟ الاستقلال ليس ممكن، لا يمكن للإنسان أن يستقل بنفسه في طلب العلم مهما بلغ من العلم. والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. فلا أحد يستقل بنفسه العلم، وإنما الإنسان يحتاج إلى العلماء ومباحثتهم ومساءلتهم. ولو كان عنده تمكن فإنه مهما بلغ فإنه يكون هناك من هو أعلم منه. والعلماء لا شك أنهم يتعاونون ويستفيد بعضهم من بعض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تركزون على المعلم كثيرا شيخ صالح، والمعلم يندر في بعض المناطق أو في بعض البلدان، لعل لكم توجيه. حسب الإمكان، قلنا حسب الإمكان. الأرض لا تخلو ولله الحمد، وكل إنسان يتعلم على من يرى أنه أحسن منه وأكثر منه معلومات. الأمثل فالأمثل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نترك هذا الموضوع رغم سعته وحاجته إلى البحث أيضا والاستطراد، نتركه لنتيح الفرصة أمام رسائل المستمعين والمستمعات. فهذا المستمع عوض المبروك علي الشاعري بعث برسالة وضمنها شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة العلماء الذين يساهمون في الإجابة على أسئلة الناس عبر هذا البرنامج، ثم يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما حكم الإسلام في زيارة القبور والذبح لها، وهل تؤكل ذبيحتها؟ جزاكم الله خيرا. زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية مستحبة، وزيارة بدعية محرمة. زيارة السنية المستحبة أن يزور القبور بقصد الاعتبار والاتعاظ والسلام على الأموات إذا كانوا مسلمين، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ففيها مصلحة للميت بالدعاء له والسلام عليه، ومصلحة للحي بالاعتبار والاتعاظ وحصول الأجر والثواب في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، وفي رواية: وتزهد الدنيا. هذه الزيارة مشروعة، وأما الزيارة الممنوعة والمحرمة فهي التي يقصد بها التبرك بتربة الأموات الدعاء عندهم، أو الدعاء بهم، أو الدعاء عند قبورهم، أو أشد من ذلك دعاؤهم والاستغاثة بهم، وهذا شرك أكبر. الذبح لهم شرك أكبر، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة. قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر. فكما أن الصلاة لا تجوز إلا لغير الله، كذلك الذبح، لأن الله قرن النحر مع الصلاة. كما أن الصلاة لا تجوز لغير الله، وإنما هي عبادة خاصة لله سبحانه وتعالى.
وكذلك الذبح لا يجوز لغير الله، فمن صلى لغير الله فهو مشرك، كذلك من ذبح لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقصد النسك وهو الذبح مع الصلاة، وأفرده لله رب العالمين وتبرأ من الشرك في ذلك، فدل على أن الذبح عبادة عظيمة. وفي السنة يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح للقبور شرك أكبر يخرج من الملة، وكذلك الاستغاثة بهم ودعاؤهم من دون الله هذا شرك أكبر، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، فمن دعا غير الله فقد كفر وأشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. وأما الدعاء بهم يعني التوسل بهم أو الدعاء عند قبورهم فهذا يعتبر بدعة محرمة، لأنه وسيلة إلى الشرك، بدعة ووسيلة إلى الشرك. الحاصل أن هذه الزيارة التي تشتمل على هذه المحاليل زيارة بدعية شركية محرمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تكثر الرسائل التي تثير هذا الموضوع شيخ صالح، ويكثر السؤال أيضا عن مثل هذه القضايا، ويبدو لي أن القضية منتشرة بشكل واسع. ما السبيل لاستئصال هذه الخطيئة؟ هل هو عن طريق الندوات، عن طريق المؤتمرات، عن طريق وسائل الإعلام، أم عن طريق هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى قيامها في البلدان التي لم تقمها بعد؟ جزاكم الله خيرا شيخ صالح. لا شك أن كثرة السؤال عن هذه المسألة يدل على كثرة الخطأ فيها وكثرة المخالفات، والحمد لله السؤال يدل على خير ويدل على يقظة، ولكن الواجب لإزالة هذا الكابوس القبيح الذي تفشى في كثير من بلاد المسلمين الواجب هو واجب العلماء الذين حملهم الله أمانة العلم وسيسألهم عنها يوم القيامة. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلا يجوز للعلماء أن يسكتوا عن هذا الخطأ العظيم، بل يجب عليهم أن يبينوا أن هذا شرك وأن هذه بدع ومحدثات، ويبينوا للناس طريق الصواب ويحذروهم من هذه الطرق الشيطانية الخرافية الوثنية. وعلى الدعاة خصوصا الذين ينتسبون للدعوة وينظمون ويهيئون أنفسهم للدعوة ويتسمون بالدعاة، عليهم أن يبدأوا بهذا الواجب العظيم وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلون ذلك. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل تبدأ من هذا المنطلق وهو إصلاح العقائد والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والجهاد، الجهاد في سبيل ذلك إذا مكنهم الله سبحانه وتعالى من الجهاد. فواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن لا يكون مجال دعوتهم في أمور جانبية لا تغني شيئا مع إهمال هذا الأمر العظيم الذي هو أساس الدين وقوام الملة، وهو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ووسائل الدعوة كثيرة ولله الحمد، طريق المحاضرات، الندوات، الدروس، تدريس في المساجد، خطب الجمع والأعياد، المؤلفات، الكتب والرسائل، الكتابة في الصحف والمجلات، وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. لكل أهل العلم وللدعاة يكون لهم مجال في هذه الوسائل، لا تترك للتمثيليات والمسلسلات والخزعبلات أو إلى ما هو أشد من ذلك وهو التضليل، ولكن يكون لهم مجال فيها ليبلغوا للناس ما أنزل الله على رسوله وليؤدوا واجبهم نحو عباد الله عز وجل. فإن الله حملهم مسؤولية العلم وسيسألهم يوم القيامة عن ذلك. قد جاء في الحديث أن من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية أخرى يطرحها المستمع عوض المبروك على الشاعري، فيقول: امرأة توفي زوجها منذ فترة طويلة تصل إلى 10 أشهر ولم تعتد
هل يجوز لها بعد أن علمت أن تدخل في فترة الحداد أم بماذا توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. ويسمى الحداد في رسالته الرباط. عدة الوفاة تبدأ من وفاة الميت، من وفاة الزوج لا من عدة الزوجة، وإنما تبدأ من حين وفاة الزوج. فإذا علمت بوفاته قريبا فإنها تعتد، وإن علمت في أثناء العدة فإنها كذلك تكمل العدة وتأخذ أحكام الإحداد فيما بقي من العدة. أما إذا لم يبلغها الخبر إلا بعدما مضت العدة وهي 4 أشهر و10 أيام فإنها تكون قد اعتدت بمضي المدة ولو لم تعلم، ويسقط عنها الإحداد بمضي وقته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. الختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، ولقد كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب وبرسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.